عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم صفاء، ارت بلوجر ومدربة ديكوباج. اولا حابة اشكركم على الدعم على الفيديو اللي فات، شكرا لكم جدا على كل اللايكات والكومنتات. يلا بينا نبدأ الفيديو الجديد. أسئلة كتير جدا بيجيلي على الورش اللي بعملها، هي امتى ومواعيدها امتى والحضور اللي في المعادي الاونلاين اللي هي على التليجرام. طب هي ازاي اونلاين؟ طيب انا هستفاد ازاي؟ طيب انا ازاي هتابع معاكي؟ كل الاسئلة دي هجاوب عليها النهاردة ان شاء الله. اول حاجة الورشة اللي هي الحضور اللي في المعادي دي بعملها بتبقى يوم واحد بس، ممكن تبقى مثلا 3 ساعات او حاجة. طبعا بتبقى شاملة كل الخامات والالوان والخشب وكل حاجة. بناخد فيها اول درس اللي هو درس شوبي شيك، بنطبق يعني الدرس دوت. وتاني درس بناخده اللي هو الكراكلي، وبناخد ازاي بنلزق المنديل بطريقة سهلة. دوت بيبقى الكورس المبتدئين، بيبقى زي ما قلت يوم واحد بس. بناخد الاساسيات والادوات بنجيبها منين والتأسيس وكل الحاجات دي بناخدها ورشة اللي هي بتاعت المبتدئين. تاني ورشة متوفرة معانا هي الورشة الاونلاين، دي بتبقى على قناة على التليجرام. بتعمل معاها سهل جدا، مجرد ما بتشتركي معايا في الورشة وبترسلي لي رسوم الاشتراك بدخلك القناة، وبتبدأي تحملي الفيديوهات فيديو فيديو ورا بعض. اول فيديو الادوات والاساسيات، وبتجيب الادوات بتاعتك منين، الفرش، الالوان، كل الحاجات دي بالتفصيل معاكي في الفيديوهات كده. بنبدأ بالتفصيل، خد الديكوباج على اول حاجة. اول درس معانا بيبقى على الخشب، بيبقى شوبي شيك، وبناخد ازاي نلزق الورق والمناديل عليه، وبناخد ازاي نطلع القطعة دي تأسيس، وازاي نطلع عمل بطريقة سهلة. تاني درس معانا بيبقى الدمج برضو على خشب، وازاي نستخدم الستانسل، وازاي ندمج حواف الورقة مع الخلفية بتاعتنا. بعد كده بناخد على المعدن، ازاي بنقدر نأسسه نشتغل عليه من غير ما يقشر او حاجة. وبناخد فكرة بسيطة للديكوباج البارز. بعد كده بناخد على البلاستيك الناشف. بعد كده بناخد على الشمع. وبناخد ديكوباج على الشمع بكذا طريقة مختلفة. كده بناخد ديكوباج على الإزاز برضو بأفكار مختلفة. وكمان بناخد على الكانفاس، وبناخد افكار مختلفه لكل الاسطح دي غير الحاجات العامه اللي احنا بناخدها. وكمان بتاخدي زي حقيبه تدريبيه هديه بتجيلك لحد البيت، وبرسوم بسيطه جدا للورش دي. طيب بيجيلي سؤال كتير، انا ازاي هستفاد من الورشه دي وانا بعيد؟ الفيديوهات بتبقى معاكي دائمه على طول، اي وقت حابه تراجعي على حاجه او تطبقي حاجه الفيديوهات بتبقى معاكي دائمه على طول، مش بتتمسح من على القناه. وممكن كمان تحمليها عندك على الكمبيوتر، افضل يعني تحافظي عليها اكتر. انا ببقى معاكي على جروب تطبيقات ومناقشات، بيبقى جروب برده دائم، اي وقت حابه تستفسري عن حاجه او تسالي عن حاجه ببقى معاكي اي وقت. بعرفك برضو كل الخامات والادوات بتبقى فين، مثلا لو في صفحات اونلاين، لو انا في حاجات عندي بوفرها بخشبيات او اوراق او طباعه او مناديل، كل الحاجات دي بوفرها لك. وكمان قريب باذن الله هيبقى في الجزء الثاني دوت، دي كانت الورشه الاونلاين للمبتدئين. قريبا ان شاء الله هتبقى باج متقدم، هيبقى فيها شغل عالي، زي مثلا الديكوباج الروسي بيطلب منك كتير جدا، وكمان تعشيق الزجاج او تعشيق المرايه. وفي برضو افكار وحاجات كتير جدا ان شاء الله مفاجآت قدام.
يا رب اكون قدرت اجاوب على كل الاسئله كده. الفيديو النهارده يكون خلص، اتمنى تكونوا استفدتوا، واتمنى اشوفكم في الورش بتاعتي عادي او الاونلاين، سواء دي او دي هتنورين ان شاء الله. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه وتعملوا لايك للفيديو دوت وتعملوا شير، ومستنيه اسئلتكم وكل الاستفسارات تحت تكتبوا لي تحت في الكومنتات، وهسيب لكم كل الروابط بتاعتي الانستجرام وصفحتي على الفيسبوك، وكمان رقم التواصل الواتساب عندي حابين تتواصلوا معايا او تسالوا على الورش ان شاء الله القادمه. كل الحاجات دي هسيب لكم تحت في الديسكريبشن بوكس ان شاء الله، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. مع السلامه. انا قلبي ست صفا.